أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى جولة في صحف صباح العراقية والعربية. ناشدت وزارة الثقافة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني والإعلام للوقوف وقفة جادة لإيقاف مزاد كريستي في أمريكا لبيع المنحوتة الأشورية والتي تعود لقصر الملك الأشوري ناصر بال الثاني في مدينة نمرود الأثرية. وقال وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والأثار قيس حسين رشيد أنه منذ يوم 18 من تشرين الأول في العام الحالي رصدت وزارة الثقافة والخارجية عملية إعلان لبيع منحوتة أشورية في مزاد كريستي بنيويورك، وقد جرت عدة مفاتحات واتصالات بين الوزارتين أعلى وسفارتنا في واشنطن ومنظمة اليونسكو في باريس لغرض إيقاف البيع الذي من المقرر أن يكون ويبدأ بعملية إعادة هذه القطعة النحتية المهمة والتي موطنها الأصلي العراق. ألقت لجنة مؤلفة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة في محافظة نينوى القبض على العشرات من الموظفين وسائقي الشاحنات في النقطة الجمركية بين المحافظة وإقليم كردستان بتهم فساد مالي وتزوير. وقال مصدر أمني أن اللجنة اعتقلت 14 موظفا و36 سائق شاحنة من جمارك المنطقة الشمالية المشرفة على النقطة الجمركية في فليفل شمالي الموصل والتي افتتحت حديثا بتهم فساد وتزوير، موضحا ان من بين المعتقلين مدير الجمرك ومعاونه، مشيرا الى ان التحقيق جار معهم في دائرة النزاهة. مع اقتراب فرض عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني في الرابع من تشرين الثاني يزداد التوتر في الأسواق، خصوصا مع الصعوبات التي قد تواجهها الدول المستوردة لنفط طهران في الحصول على إعفاءات أمريكية ما يجعلها عرضة للعقوبات. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها في وقت توقعت مصادر نفطية أن تنخفض الصادرات النفطية بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة تأثرا بالعقوبات الأمريكية، وعلى رغم تأكيد طهران أن لديها آليات تمكنها من الالتفات على العقوبات الأمريكية على غرار بورصة النفط التي تسمح لها ببيع كميات صغرى من النفط إلى وسطاء وتجار ليبيعوها بدورهم في الأسواق العالمية. تمكن البنك المركزي من ضبط نسبة التضخم وتخفيضه إلى أقل من 1% مؤكدا وجود احتياطي مالي قوي يتجاوز 60 مليار دولار. وعرب البنك في بيان عن تطلعاته إلى الاستمرار بأداء دوره المحوري في بناء الدولة للارتقاء بالأوضاع المالية والاقتصادية في العراق، مشيرا إلى أن الاستمرار يأتي مدعوما بوجود احتياطي مالي قوي يتجاوز 60 مليار دولار أمريكي كنتاج للسياسات المالية والنقدية التي أنتجها البنك المركزي طيلة السنوات الماضية لتثبيت الوضع المالي العام. وبحسب البيان فإن البنك تمكن من ضبط نسبة التضخم والوصول بها إلى مستويات متدنية تقل عن 1% للحفاظ على المستوى العام للأسعار وجذب الاستثمار، موضحا إن هذه السياسة من شأنها ضمان سلامة النظام المالي والنهوض بعجلة الاقتصاد العراقي. أكد محافظ البصرة أسعد العيداني على ضرورة إنجاح كافة البطولات الرياضية التي ترفع اسم العراق عاليا في كافة المحافل الدولية. وقال العيداني في بيان إن المحافظة ستشهد حدثا مهم وهو إقامة مباراة بين نادي القوى الجوية ونادي ألتين السير التركمستاني في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي المزمع إقامتها مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف أنه تم التطرق إلى ضرورة إنجاح كافة البطولات الرياضية التي ترفع اسم العراق عاليا في كافة المحافل الدولية. من جهته قال معاون محافظ البصرة لشؤون الشباب والرياضة مهند السعد أن اجتماعا جرى برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني ونائب رئيس نادي القوى الجوية ومدير شباب ورياضة المحافظة، حيث تم التباحث بإنجاح المباراة من كافة النواحي اللوجستية، لا سيما أن البصرة استطاعت استضافة بطولات دولية مختلفة وتكللت برفع الحظر عن عدد من الملاعب العراقية. مشاهدينا بهذا انتهت جولتنا مع أبرز عناوين الصحف العربية والعراقية الصادرة لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.